السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع كيزاكو. اليوم غادي نشوفو الحركة ديال دقيقة مشحونة في واحد المجال كارساكين منتظم. ولكن قبل ما نشوفو شنو هو هاد المجال كارساكين، باش نشوفو هاد المجال كارساكين غادي نشوفو شي حاجة كنا ديجا تعرفو، هو مجال التقالة. مجال التقالة شنو هو؟ هو واحد المجال شكون اللي تيخلقو؟ تتخلقو الأرض. فين تتخلقو؟ تتخلقو بالجوار ديالها. إذا في أي نقطة كاين هنايا كاين واحد المجال، مجال التقالة، هو عبارة عن متجهة تتكون متجهة نحو مركز الأرض. إذا إلى تصادف في داك الجوار ديال الأرض واحد الجسم S عنده واحد الكتلة M، فإنه تطبق عليه واحد القوة اللي تعرفوها بالوزن، بحيث أن الوزن معرف بهذه الطريقة B يا ام في الجي. اذا الجي في النقطة ام تنشوفو، حنا بغينا نشوفو الوزن اللي مطبق على هاد الجسم هو الكتلة اللي كاينة في ديك النقطة في المجال اللي مطبقو الارض في ديك النقطة، او مجال التقالة اللي مطبق في هاديك النقطة. نفس الحاجة غنشوفو شنو هو مجال الكارساكين. مجال الكارساكين شكون اللي تيخلقو؟ تخلقو واحد دقيقة، دقيقة مشحونة. وفين تتخلقو؟ تتخلقو هي بالجوار ديالها. شو تتخلق مجال كارساكين او؟ دونك في اي نقطة كاين واحد او، يقدر يكون متجه نحو الدقيقة كما يقدر يكون تبعد عليها، كل واحدة في حسب الدقيقة. واذا اذا تصادف في الجوار ديالها واحد الجسم، بحيث داك الجسم عنده شنو هو؟ هو الجسم اس هنا في الحاله كانت عندنا قبيله في مثال ديال مجال التقاله عنده كتله، هنايا خصو تكون عنده شحنه كي فين تطبق عليه واحد القوه، تا هو تسميوها قوه المجال كارساكين، ترمزو لها بالحرف اف وتتشنو هي او. في الحاله اللي قبيله كانت عندنا جي، وهنايا تتكون قبيله كانت عندنا الكتله، هنا عندنا الشحنه، عاوتاني في النقطة M. إذا F هي الشحنة اللي موجودة في ديك النقطة فوا متجهات ديال المجال الكارساكين في ديك النقطة M. واخا حنا غادي نشوفو في هاد الحالة ونشوفو التأثير ديال واحد الشحنة كو حطيناها في واحد النقطة O على واحد الشحنة كو بي محطوطة في النقطة A. هنا هاد كو غادي نشوفو نحطها، نقدر نحطها موجبة كما نقدر نحطها سالبة. كوبي هنا تناخد هي شحنة ديال العين، تنشوفو شنو تيوقع ليها، دونك ناخدها عندها إشارة وحدة، ناخدها موجبة في كلتا الحالتين. في الحالة الأولى تلاحظو بأن F عنده نفس المنحة مع U، بحيث أن U هي متجهة الواحدية اللي تربط OA. في الحالة الثانية عندنا F و U عندهم منحة متعاكسين، ولكن هاد F بما أن حنا خدينا Q كبر من صفر، إذا E راها تهي تتبعد وهنا E تتقرب. كما تنشوفو في الجوار ديال النقطة Q E ما عندو حتى علاقة بهاد الشحنة اللي كاينة هنايا. إذا في هاد النقطة كاين بحال هكا، هو في هاد النقطة يكون كيكون بما ان احنا هذا شي بعد خصنا لا بدا نرسمو. وما عنده حتى علاقه بهاد الشحنه اللي كاينه، ولكن عنده علاقه بالنقطه فين مطبقين عليه. اذا كلما كان ام او لا ام قريب لكل، كلما كان مجال كارساكين كبير. هنا في هذه الحاله الثانيه خدينا بان Q او الشحنة ديال الاصل سالبة، وتبين لنا بان E كيفاش يكون يكون عكس المنحة U. اذا الى كنا في الفراغ شحنة Q تكري في المجال ديالها واحد مجال كارساكين تتعلق بالنقطة فين حنا كاينين، او E M. ما نقدرش نقولو E M واحد النقطة ونمشيو نكتبو او ام، تيكون حنا رانا خدامين غا في الفراغ، حيت
يقدر يكونوا جوج شوحان، عندنا هنايا هادي كيو وهادي كيو بريم، وبالتالي أن المجال المجال في هاد النقطة راه تيساوي المجال اللي تكرييه هاد الشحنة زائد المجال اللي تكرييه هاد الشحنة كيو بريم، وبالتالي أو إم في هاد الحالة متكونش غير أو إم تكرييها غاد الشحنة كيو، مي تتساوي أو واحد أو أن زائد أو دو، تنكتبو أو أن زائد أو دو راه تنكتبو متجهات. إذا كانت عندنا شحنة موجبة، شحنة كو موجبة هي الأصل ديالنا، فإن أو و أو عندهم شنو؟ مش نفس المنحة؟ أي نفس المنحة. إذا كانت أو و أو درت شحنة كو موجبة، شحنة كو سالبة، أو و أو منحة معاكس. هادشي اللي عاد شفنا قبيلة غادي نشوف واش مطبق عندنا ولا لا. هنايا هنايا عندنا الشحنة الأصلية في الموضوع في النقطة أ كو صغار من صفر، إلا كانت كو صغار من صفر أش هو كاين؟ ها هو هنايا أو كتكون عكس أو، هاهي هادشي اللي عندنا هنايا، عكس هنايا عاوتاني هنا عكس على عكس. أما هنا في هاد الحالة كو عندي كبار من صفر، وبالتالي في هاد النقطة بي كيدايره أو أو بعد تتبعد. إذا لعل أن في هاد النقط أنا زدت واحد الشحن، إلا كانت هنا واحد الشحنة كو بحتاج كو إي ناخدها موجبة ولا سالبة، ناخدوها سالبة. إلا كانت كو إي في هاد الحالة سالبة، إف شنو خصها تكون؟ إف تعرفها، إف في هاديك النقطة إي تتكون هي كو في أو. أنا عندي أو واش تقرب أو لا، أو عكس منحة أو، وكو سالبة، إذن إف إي تكون عكس منحة أو، وبالتالي أو إف كي تكون بحال هكا. في هاد الحالة إلا كانت كو في هاد النقطة إي درت أنا كو إي صغر من صفر، النقطة عاوتاني نفس الحاجة هنايا، هاد العلاقة تبين لي بأن إف ستكون عكس منحة أو، وبالتالي هي إف تكون في هاد الحالة عكس منحة أو. دابا ناخدو واحد جوج شحن، انا نديرو شحنة كو ان، انا ندير واحد شحنة كو دو. كو ان تتكري في المجال ديالها واحد كو ان تتكري في المجال ديالها واحد المجال كار ساكن نسميوه او ان، عاوتاني كو دو تتكري في المجال ديالها واحد المجال او دو. اذا ناخدين واحد النقطة ام، شنو هو المجال كار ساكن في ديك النقطة ام، بغض النظر ان عندي جوج شحان في ديك النقطة ام، مجال كار ساكن تيكون او ام و او ان في ديك النقطة، مجال كار ساكن اللي حدثتو الشحنة كو ان زائد او دو، والمجال كار ساكن اللي حدثتو الشحنة كو دو. وبالتالي اللي كان في هاد النقطة كاينة شحنة كو بريم، كو بريم بحيث كو بريم ماشي سوقنا موجبة ولا سالبة، اف كي غتكون غتكون كو بريم فوا او ام. تالي لا افترضنا ان كو في الحالة موجبة، كو دو موجبة، كو ان ناخدوها سالبة، كو ان سالبة ناخدو هنا في هاد الحالة كو ان سالبة، إذن او جاي بحال هكا الا رسمنا هنايا، هنا غادي نرسمو او عاوتاني هنا او التانية هنا او غتكون هاد الحالة عكس منحة او، الحالة التانية خصها تكون نفس منحة او، هادي او دو هادي هي او ان ديالنا. باش نديرو المجموع ديالهم باش نلقاو او، هذا مجموع ديال المتجهتين ماشي مجموع ديال المنظم. اون فوا لقيت المجموع ما عليا غير نشوف كو، كو بخيم الا كانت موجبة اذا نفس منحة او، الا كانت سالبة عكس منحة او. هاد خوك
المجال او الخط ديال المجال كارساكن هو عبارة واحد منحنى او يقدر يكون حتى مستقيم، بحيث متجهة ديال المجال كارساكن ممثلو في اي نقطة من النقاط ديالو. الا اعتبرنا هذا هو خط مجال، فان في هذه النقطة ستكون متجهة ديال المجال كارساكن ممثلي او في هاد ام ام ان. الا خديت هاد النقطة عاوتاني خصها تكون ممثلة او ديال ام دو، وما ذلك في اي نقطة خصني نلقى هادي او ام تلاتة. دونك او ام ان او دو او ام تخوا خصهم ديما يكونو عندنا ممثلين. هي عبارة واحد شنو هو منحنى، بحيث او متجهة مماسة في أي نقطة من النقاط. إذن باش نشوفو شنو قلنا شنا دابا، جوج حوايج، شنو هو المجال الكارساكن وشنو هو خطوط المجال. المجال الكارساكن هو عبارة واحد المجال شنو تتكرييه واحد الشحنة، شحنة الأصل تتكرييه فين في الجوار ديالها. دونك اي نقطة راه كاين واحد المجال كارساكين او ام، هذا كرياتو هاد الشحنة كو. اذا تصادف في ديك النقطة ام كاين واحد الشحنة كو بريم، فان على ديك كو بريم تطبق واحد القوة تنرمزو ليها باف، و اف اللي قبيلا قلنا هي تنشوفو شنو كاين الشحنة في هاد النقطة هي كو، تنشوفو المجال كارساكين اللي كاين في ديك النقطة هو او ام. مرات نشوفو واش اف تقدر تكون جذابية او لا تقدر تكون تتبعد. عرفتي شفنا خطوط المجال هو عبارة واحد المستقيمات او لا منحة بطريقة عامة، بحيث ان في كل نقطة منو متجهة ديال المجال كارساكين خصها تكون ممثلية ممس لا او. عرفتي هنا او